اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. لما اتكلمنا قبل كده على امراض الذكوره ومشاكل الذكوره، في ناس كتير عندها لبس في جزئيه معينه او يمكن مش فاهماها بصوره واضحه، وهي دعامات العضو الذكري. بس كل مره لما الموضوع ده بيطرح علشان الناس تفهم معلومات اكتر عنه، دايما بيتاخد بمنظور تقليدي. احنا جينا النهارده نتكلم من برسبكتيف مختلف تماما، وهنقول لكم كل حاجه ممكن تعرفوها عن دعامات العضو الذكري. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور خالد حافظ، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، دكتوراه امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه، مدرس بكليه الطب جامعه طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه. اهلا بيك يا دكتور خالد، ومنور شاشه اكسترا نيوز. اهلا بيك يا استاذه المشاهدين. اول حاجه بقى يا دكتور خالد، تذكره كده سريعه للمشاهدين، الدواعي الطبيه اللي ممكن نقول لازم ينفع فيها او ينفع بنسبه كبيره جدا تركيب الدعامات. تمام، بدايه انا سعيد جدا ان انا بتكلم على الموضوع ده، لان تركيب دعامات العضو الذكري ده كان موضوع رساله الدكتوراه بتاعتي. أوكي. فهو ليه معزه خاصه في قلبي يعني. هنتكلم عن دعامات العضو الذكري من منظور مختلف، مش بالطريقه التقليديه اللي كل الناس بتتكلم عليها. هنتكلم عن النقاط اللي بتهم الناس حقيقه يعني، بس سريعا كده نذكر الناس ايه هو ضعف الانتصاب، امتى بنركب دعامات العضو الذكري، يعني ايه الدواعي الطبيه لتركيب الدعامات، وايه انواع الدعامات سريعا كده. تمام. ضعف الانتصاب هو ان الانتصاب لا يكفي لاقامه علاقه زوجيه مرضيه للطرفين، ده التعريف البسيط بتاع ضعف الانتصاب. بالنسبه للانديكيشن او الدواعي الطبيه لتركيب الدعامه، دي بتبقى اللاست ريزورت، يعني ده أوكي. الحل الاخير. لو مريض عنده ضعف شديد في الانتصاب، لا يستجيب للعلاج الدوائي، لا يستجيب للعلاجات الموضعيه زي الحقن الموضعي، خدنا بالاسباب وخدنا كل حاجه، عملنا كل حاجه ومفيش نتيجه، ساعتها بنلجا للمرحله الاخيره وهي تركيب دعامات العضو الذكري. فده الدواعي الطبيه. بالنسبه للانواع، في نوعين كبار، النوع الدعامات المرنه ونوع الدعامات الهيدروليكيه. الاختيار الدعامه ده بيعتمد على المناقشه ما بين الطبيب وما بين المريض. في ناس كتير على ايه بقى بيتم الاختيار؟ حسب حاله المريض. في نقطه مهمه جدا هنتكلم عليها من المنظور الجديد اللي بنقول عليه التكلفه الماديه. في دكاتره كتير بتشكر في الدعامه المرنه وما بتشكرش قوي في الدعامات الهيدروليكيه. اوكي. انا بايست شويه، انا بحب الدعامات الهيدروليكيه لان كانت رسالتي. أوكي. وعملنا بحث محترم جدا في انجلترا على 50 مريض بروسبكتيف ستادي، دي ده من اقوى الدراسات اللي ممكن تتعمل، ولقينا الدعامات الهيدروليكيه ديت فعاله جدا، امنه جدا، مستوى الرضا بتاع الزوج والزوجه بعد التركيب الدعامه بيبقى عالي جدا. اوكي. فالاثنين يعني ممكن نفكر فيهم، يعني لازم نناقش دي اوبشنز قدام المريض. بالظبط كده. ممكن نعمل دي وممكن نعمل دي. تمام. طب الهاجس اللي حوالين الدعامات، يعني دايما البيشنت بيفكر لا دعامات وهتتركب ازاي وهيبقى في مشكله ان ذا فيوتشر وفي المدى البعيد ولا لا، الجزئيه دي عرفنا نعالجها لحد دلوقتي ولا لا؟ إلى حد كبير. الفيصل في القصة دي خبرة الجراح، وإنك أوكي. تروح لحد متخصص عشان نقطتين. أولا يقول أنت محتاج دعامة ولا لأ، لأن في ناس كتيرة مش محتاجة وبتركب، وناس محتاجة ما بتركبش، فخبرة الطبيب مهمة جدا. النقطة التانية السكيلز، الخبرة العملية أثناء تركيب الدعامة. تمام. تركيب الدعامة بيعوز مراكز متخصصة، تيم طبي كامل، جراحين ومساعدين وممرضين، يعني مش وان مان شو. لا لا لا، دي منظومة كاملة بتتوفر في مراكز متخصصة. ما ينفعش نعمل الدعامة في أوضة عمليات بيتعمل فيها حاجات انفكشن، حاجات فيها التهابات وفيها صديد وبيتعمل فيها عمليات عامة، لا بتبقى غرفة مخصوصة مجهزة بأشياء معينة فيها كل أنواع الدعامات، كل مقاسات الدعامات، فيها النيرسينج ستاف التمريض عارف ازاي بتتعمل، يعني بيبقى سيناريو مخصوص كده مش في اي حته يعني. طب من المخاوف بتاعت البيشنت وهو بيفكر في الاوبشنز اللي قدامه هو تقليص التكاليف. تمام. يعمل ايه بقى؟ دي نقطة مهمة جدا، وده المنظور الجديد اللي احنا بنتكلم فيه. المريض غالبا بيتشخص مظبوط، انت عندك ضعف انتصاب، محتاج دعامة، بس الليمتنج ستيب او الـ النقطة المعرقلة اللي بتقف قدامه هي نقطة التكلفة المادية. تمام. احنا سافرنا بره وشفنا التكلفة في كل انحاء العالم. التكلفة المادية في مصر عامة وفي مركز مصر للذكورة خاصة حوالي اقل من ثلث التكلفة بره، في امريكا وفي اوروبا وفي الخليج.
فدي نقطة مهمة جدا. بس التولز على برضو أعلى مستوى. التولز أعلى مستوى ولكن اللي هقوله حضرتك جت منين التخفيض ده؟ التخفيض ده جه من نقطتين. أولا إن إحنا هاي فلو أو ريفيرال سنتر، يعني بيجي لنا حالات من كل مكان، فبنجيب الدعامات ديت بسعر أقل من أي حد تاني إن هو بيجيبها، لأن إحنا ريفيرال سنتر يعني مركز بيجي لنا حالات من كل حتة. النقطة التانية فرق العملة، فرق العملة المصرية عن العملة برة بيخلي تكلفة الدعامة في مصر أقل من ثلث تكلفتها في إنجلترا وفي أمريكا وفي الخليج. أوكي. فدي نقطة مهمة جدا، إن المرضى الاستياحة العلاجية طبعا. بالظبط بالظبط. فدي نقطة مهمة جدا، لازم نعرف إن التكلفة في مركز مصر للذكورة أقل بكتير من إحنا نفكر نعملها بره يعني. طب لو بنتكلم يا دكتور خالد على البري بقى اللي ما قبل زراعة الدعامات، تمام، أكيد بيبقى في حاجات مطلوبة من البيشن، خاصة ده المنظور الجديد، خاصة المرضى اللي بيجوا لنا من الخارج. أوكي. يعني المريض المصري بيجي لنا بيتابع معانا ما بقاش في عجلة من أمره قوي يعني. إنما المريض بيجي لنا من الخارج بيبقى عايز يجي عامل الأبحاث بتاعته جاهزة، يقعد أقل فترة ممكنة يعمل العملية بشكل مظبوط ويرجع تاني. فعشان كده التحاليل والإشعاعات المطلوبة في أضيق الحدود هي حاجة اسمها هيموجلوبين إي 1 سي أو اللي هو السكر التراكمي. لازم نطمن السكر التراكمي بتاع المريض كويس. أوكي. النقطة التانية التحاليل الروتينية قبل أي عملية، بالذات التحليل بتاعت سيولة الدم. تمام. النقطة التانية البينايل دوبلر اللي هي الأشعة الدوبلر على العضو الذكري اللي بتثبت فعلا ان المريض عنده ضعف شديد في الانتصاب وهو محتاج العمليه. المريض لما يعمل الثلاثه دول ويجي لنا بيبقى شبه جاهز. اوكي. بنجهزه العمليات، بنعوز اسبوع 10 ايام بالكثير قوي ان احنا نتابعه بعد العمليه، نطمن ان البوست اوبرتيف بيريود يعني فتره ما بعد العمليه كويسه، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مضاعفات، بعد كده بنسمح له ان هو يرجع بلده تاني. انا بتكلم في فتره قد ايه ان احنا بيبقى مونيتور جدا البيشنت وتحت برضو الرعايه والاسراف الطبي؟ لو المريض جاي من الخارج اقل فتره ممكنه اسبوع ل 10 ايام. تمام. اسبوع عشان لو جالنا كل اشعاعاته وتحاليله وكل حاجه جاهزه. اوكي. بيعوز يقعد في مصر لمده اسبوع. بعد كده الامور كويسه بنسمح له ان هو يرجع بلده. طب في ناس كتير يا دكتور خالد بتقول هو البوست كير أو ما بعد بقى زراعة الدعامات هيفرق في نتيجة الزراعة ولا ملهاش علاقة؟ لا، مهم جدا. مهم جدا جدا جدا. أولا في مضادات حيوية وفي كير معين، في انستراكشنز معينة، إرشادات معينة، إرشادات بنديها للمريض. تمام. ولازم نتابعه ونتأكد إن هو مشي على العلاج المظبوط، خد المضادات الحيوية، ما عملش حاجة غلط. برضو من التعليمات المهمة جدا جدا المريض يمتنع عن العلاقة الزوجية لمدة 6 أسابيع. أوكي. بعد تركيب الدعامة. تمام. لو ركبنا الدعامة مركز غير متخصص، مريض مشي حصل علاقة قبل 6 أسابيع ما خدش العلاج بتاعه، طبعا بيبقى عرضة ان هو يحصل له مضاعفات كتير. يعني لازم يبقى ملتزم وكونسيستنت. لازم قبل العملية وبعد العملية. طب في ناس كتيرة بتسأل على نتائج زراعة الدعامات في مركز مصر للذكورة، ليه النسب عالية؟ نسب النجاح؟ انا سعيد جدا بالسؤال ده، لان زي ما قلت حضرتك دي كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي. احنا عملنا بحث على اكتر من 50 عيان، لقينا ان نسب الرضا ما بين الزوج والزوجة بعد تركيب الدعامات عالية جدا، وصلت لاكتر من 95%. أوكي. يعني اكتر من 95% من العينين مبسوط جدا بعد تركيب الدعامة. ده ما جاش من فراغ، ده جه من خبرة، جه من وسوسة شوية في تقييم العيان قبل العملية، اثناء العملية، بعد العملية، كير معين بياخدوا العين، هي باكج على بعضها كده، كير يعني عيان لازم ياخد الكير المطلوب او الاهتمام المطلوب قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه. ده وصلنا للارقام العاليه ديت، نسبه الرضاء ما بين الزوج والزوجه يوصل اكتر من 95%. طب هل في حاجات كلينيكلي او ساينتفكلي او علميا هي دي الستاندردز اللي بتبقى زي التشيك ليست ما بعد زراعه الدعامات لازم نتحقق من وجودها؟ بالظبط، زي ما قلت حضرتك، اولا لازم ننبه على المريض كويس خالص ان هو ياخد العلاج بتاعه بالذات المضاد الحيوي بعد تركيب العمليه عشان ما يحصلش اي التهابات. لو المريض عنده السكر لازم يحافظ على السكر بتاعه ما يلخبطش، لان السكر الملخبط ده بيساعد على حدوث الالتهابات، والالتهابات ده العدو الاول لتركيب الدعامه. النقطه الاخيره والمهمه جدا برضو ان المريض يمتنع عن العلاقه الزوجيه لمده 6 أسابيع. ما تحصلش بدري عشان ما تحصلش اي مضاعفات. للحديث بقيه ان شاء الله، وانت نورتني النهارده يا دكتور خالد، شكرا جزيلا. الله يخليك. بشكر أستاذ دكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، دكتورة أمراض الذكورة وجراحات المسالك البولية، مدرس بكلية الطب جامعة طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلترا، زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية. مشاهدينا من خارج مصر يمكنكم التواصل مع مركز مصر للذكورة عن طريق أبليكيشنز فايبر وواتساب، عن طريق الأرقام المبينة على الشاشة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا لك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.